أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الوقف والصدقة؟ الصدقة الوقف، الوقف معناه تحبيس الأصل وتسجيل المنفعة، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ومنفعته تستغل في وجوه الخير. أما الصدقة فهي ليست تحبيسا، إنما هي تمليك، إنما تعطي شخصا مالا قد ملكته إياه تصرف فيه، يبيع ويشتري، يورث عنه إلى آخره. نعم. أما الوقف لا، الوقف يبقى محبس. نعم.